الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من البيت بيتك. والحقيقه حابه اتوقف مع حضراتكم في البدايه كده عند قضيه اللاجئين السوريين والاهتمام الكبير اللي واخداه قضيه اللاجئين السوريين سواء على مستوى الشارع العربي او على المستوى العالمي. في البدايه خلونا نتفق كده مع بعض انه ما كانش ممكن يبقى في هذا الاهتمام الكبير على مستوى العالم لولا تناقل وسائل الاعلام المحليه اخبار هذه القضيه، قضيه اللاجئين السوريين، وما كانش هيبقى في تناول بهذه الضخامة وبهذه القوة لقضية اللاجئين السوريين إلا بعد تداول صورة الطفل إيلان، الطفل الغارق على شواطئ تركيا. خلونا في البداية كده يعني نطرح تساؤل شديد البراءة، هل ضمير العالم قام فجأة واهتم فجأة وخد باله فجأة من قضية اللاجئين السوريين أو قضية الشعب السوري أو المأساة الإنسانية المروعة اللي بيمر بيها الشعب السوري بقاله 4 سنين ونص؟ طيب، بالطبع صورة الطفل إيلان صورة مؤلمة، صورة شديدة القسوة علينا كلنا، طفل بيهرب هو وعيلته وبيحاول أنه يجد أرض أو وطن يقبلوه فبيغرق وبيموت. صورة خلتنا كلنا نتألم، بس خلينا برضو نسأل، الصورة دي هل تجر بها البعض؟ الصورة دي بالفعل يعني وعلى أرض الواقع كانت ممكن أن احنا نعتبرها بضاعة رائعة لطرفين، الطرف الأول الناس اللي ضد بشار الأسد وبتؤيد الثورة ضد بشار الأسد ويعتبروا أنه بشار الأسد هو قاتل الطفل إيلان، الطرف الثاني ناس كتير عاوزة تقول أنه كل زعماء العالم العربي هم قتلت الطفل إيلان لأن هم ما قدروش يحموا من الغرق موتا نتيجة المأساة السورية. بالطبع أنا هنا مش في محل أن أنا أبرأ حد، لكن عاوزة أسأل مع حضراتكم سؤال، هل البعض حاول أنه يتاجر بهذه الصورة؟ طيب مين اللي ممكن يكون من مصلحته أنه يتاجر بهذه الصورة؟ ومين اللي ممكن يكون مصلحته أنه يروج لهذه الصورة بطريقة يعني تخليها موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل المواقع الإعلامية والصحفية، رغم أن في آلاف الأطفال اللي ماتوا بنفس الطريقة وآلاف الحكايات الإنسانية المؤلمة التانية؟ خلونا نفكر مين اللي عاوزنا يعني نتخض كده من الصورة دي ونصدر أحكام من غير ما نتوقف ونتفكر كده مع بعض ونلتقط الأنفاس ونحاول نفهم ما وراء هذه الصورة. خلونا بس نرجع ورا شوية، مين هو الطفل إيلان عبد الله؟ إيلان عبد الله ده طفل كردي كان عايش في مدينة كوباني سورية هو وعيلته، هرب من مدينته الصغيرة علشان الفظائع اللي كانت بترتكبها داعش في حق سكان هذه المدينة. خرج هو وعيلته وناس كتير ومن سكان هذه المدينة هربا لتركيا، وراحوا تركيا مش عشان انه مصر ما قبلتهمش ولا انه ما فيش اي دولة عربية قبلتهم، لكن راح تركيا نتيجة عامل الجغرافيا هما اللي خلاهم يحتاجوا انهم يروحوا تركيا. وصلوا تركيا لجوءا اليها من داعش، ولكن اتفاجئوا بقسوه تركيا في معاملتها معاهم، اتفاجئوا انه مفيش رحمه ولا انسانيه ولا اي حاجه من الحاجات اللي بيتكلموا عليها في وسائل الاعلام في دوله رجب طيب اردوغان. الشرطه التركيه صباحا ومساء بتطاردهم بمنتهى القسوه وبمنتهى الوحشيه وبمنتهى العنف. طبعا الصوره دي او المشهد ده محدش اتكلم عنه خالص في الإعلام العالمي، مفيش أي ذكر للجزء ده من الصورة. نتيجة المأساة والواقع القاسي اللي كانوا عايشينه إيلان وعيلته وغيرهم كتير في تركيا، حاولوا أنهم يهربوا، ينطوا في أي مركب ويهربوا ويسيبوا تركيا ويروحوا لليونان يمكن تقبلهم بعد ما رفضتهم كندا وكل الدول الأوروبية رفضت تستقبلهم بعد كده. والواقع اللي حصل أنه إيلان غرق وأنه المصورين الصحفيين خدوا الصورة وروجت لها وسائل الإعلام بشدة. صورة إيلان الطفل الغارق، الصورة دي بتطرح أسئلة كثيرة كلها بتبدأ بلماذا؟ ليه دلوقتي
ضمير العالم صحي. مش معنى بعد صورة إيلان، يعني كان كل يوم في صور كتير زي دي، آلاف الصور وآلاف الحكايات، ليه النهاردة فجأة كده ضمير العالم بيصحى والدول الأوروبية بينتبه شعور إنساني نبيل حوالين أزمة اللاجئين السوريين؟ ليه دلوقتي مع أنه الأزمة دي ما بدأتش امبارح ولا بدأت الشهر اللي فات ولا بدأت السنة اللي فاتت؟ لا، دي بقالها 4 سنين ونص شغالة، ومع أنه الطفل ده مش أول طفل يحصل له كده ولا أول حكاية مؤلمة للمأساة الإنسانية المروعة في سوريا. ده في مئات وألاف الحكايات اللي شبه كده إن لم تكن تتطابق مع كده. سؤال تاني برضو، ليه محدش اتكلم خالص وسط هذه المأساة عن وهم في السياق إن هم بيتكلموا عن صورة إيلان، محدش اتكلم خالص عن داعش؟ مفيش أي ذكر لداعش. سؤال ثالث، بلماذا؟ لماذا لم يتحدث أحد ونحن نتحدث عن صورة الطفل إيلان عن المأساة التي يعيشها اللاجئين السوريين أو المعذبين السوريين داخل تركيا، عن معاملة تركيا للاجئين السوريين؟ ليه ما حدش اتكلم عنها؟ سؤال تاني، بلماذا؟ ليه كندا تاني يوم على طول بعد ما اتنشرت الصورة دي وافقت انها تقبل الباقية لعائلة الطفل إيلان، انها تلجأ ليهم تديهم حق اللجوء السياسي ليهم؟ ليه بعدها على طول مع انهم بقالهم 4 مرات بيحاولوا بيقدموا وبترفضوا؟ أسئلة كتيرة بقى، لو هفضل أسأل لماذا هفضل طول الحلقة أسأل ليه وليه وليه وليه. أنا بس يعني كنت بطرح هذه الأسئلة على حضراتكم عشان نفكر فيها مع بعض كده على الهواء. يعني ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي ضمير العالم فجأة صحي وقال في مأساة في سوريا، في طفل مات؟ هو ما كانش في آلاف الأطفال اللي بيموتوا طوال 4 سنين ونص اللي فاتوا؟ على العموم أسئلة كتيرة بلماذا أنا شخصياً ما عنديش الإجابة عنها، أو مش 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 عايزة أفكر في الإجابة عنها، لأن الإجابات عليها ممكن تبقى إجابات أبشع وتقول على يعني على حاضر ومستقبل للمأساة دي ممكن يكون أبشع مما نحن نتخيل. طيب، موضوع تاني حابة أتوقف عنده يعني في بداية حلقة النهاردة، هو موضوع طالبة الصفر، أو بقت مشهورة إعلاميا بأنها طالبة الصفر، مريم ملاك. مريم ملاك كانت معنا الأسبوع ده في البيت بيتك، و في الواقع احنا ما كناش يعني عارفين انه لقائنا معاها هيعمل ردين فعل متناقضين تماما. احنا على الهوا ما كناش محضرين لها يعني امتحان مسبق، ولا حتى المذيعين ولا حتى رئيس التحرير ولا حتى اي حد كان متخيل ان احنا هيبقى في امتحان لمريم على الهوا. لكن اللي حصل انه بدا بعض الاساتذه على الهوا يتطوعوا ويكلموا وعاوزين يساعدوا في القضيه ويقولوا احنا عاوزين نسال مريم، وده فعلا اللي حصل، واساتذه لغه عربيه سالوها وخدت ممتاز وجاوبت على كل الاسئله، كمان في اللغه الانجليزيه سالت وخدت برده ممتاز وجاوبت على كل الأسئلة، ولكن في الفيزياء ترددت ومعرفتش تجاوب قوي. اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اتقسموا قسمين، ناس شيروا صورة أو الفيديو بتاع مريم وهي بتجاوب على أسئلة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وإن هي ممتازة، وقعدوا يسقفوا لها هي مريم ممتازة متفوقة وشاطرة. ناس تانية شيرت الجزء الخاص بتاع أسئلة الفيزياء وإن هي معرفتش تجاوب وتلعثمت وترددت وقالت أهي مريم تستحق الصفر. الحقيقة يعني حالة استقطاب غريبة، ناس مع قوي وناس ضد قوي، بس ما وقفوش عند الواقع إنه مريم مهما كانت مهما كانت أكيد هي ما تستحقش إنها تاخد صفر كده. يعني تاريخها التعليمي وشهاداتها بتاعت السنوات السابقة، وحتى وهي بتجاوب في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وخدت يعني جاوبت على الأسئلة كلها بطلاقة شديدة وبسرعة شديدة، بالتأكيد هي ما تستحقش إنها تاخد صفر.
فجماعة يعني واحدة واحدة على البنت، بلاش يعني تحسسوها باليأس، بلاش تطفش من وطن هي بتتمسك بيه حتى آخر لحظة، حتى آخر لحظة معروض عليها أنها تسافر تستكمل تعليمها في أكتر من مكان، ولكن هي مصرة أنها تاخد حقها في بلدها. بلاش تبقوا جلادين، بلاش نبقى قاعدين كده في بيوتنا بنتفرج وإيدينا في مش, مش 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 في النار زيها. إحنا قاعدين مستريحين وقاعدين بنحكم على طالبة بالتأكيد هي لا تستحق الصفر، هي بقى تستحق 90% ولا 100% ولا 70 ولا حتى 50%، بس هي لا تستحق بالتأكيد الصفر. أكيد الصفر ده ظلم كبير وبين للطالبة مريم ملك. طيب النهاردة احنا يعني حابين نتوقف معاكم كده بعد كل أحداث الأسبوع اللي فاتت اللي كانت فعلا أحداث مرهقة وقضايا مرهقة اتكلمنا فيها مع حضراتكم في البيت بيتك، حابين النهاردة تكون شوية بعد فقرة الأخبار يكون في عندنا استراحة كده نتنفس فيها مع موسيقار استحق بجدارة أن يكون في الصفوف الأولى في الصف الغنائي الفني في مصر، الموسيقار الكبير هاني شنودة. طبعا الموسيقار هاني شنودة غني عن التعريف، هو أول واحد عمل فرقة غنائية في مصر، فرقة المصريين، الفرقة طبعا اللي لاقت نجاح جماهيري كبير وكان عندها أغاني كبيرة مهمة جدا كلنا حبيناها والأجيال المختلفة حبيتها. الموسيقار هاني شنودة اكتشف العديد من المطربين في بداياتهم زي مثلا عمرو دياب ومنير وعلاء عبد الخالق وغيرهم. الموسيقار هاني شنودة عمل الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام المهمة، المشبوه والحريف وغريب في بيتي والغول. النهاردة الموسيقار هاني شنودة هيكون معانا في البيت بيتك، ومعاه نجم جديد من نجوم الغناء اللي قرر هاني شنودة انه يعمل له شريط جديد هينزل الاسواق قريبا، شريط هيجمع فيه بين الالوان الموسيقيه المختلفه. النجم هو زجزاج. زجزاج هو احد النجوم الغنائيه المصريه اللي بدات تنتشر بشدة على الساحة الشبابية في الفترة الأخيرة، اشتهر بأغاني للقصائد والموشحات، وقدر أنه يعمل جمهور لا بأس به من الشباب اللي بيستمتع بهذا النوع من الغناء. النهاردة معانا هاني شنودة ومعانا زجزاج، وعاوزين نعرف بقى التجربة الجديدة اللي هم داخلين عليها واللي بيراهن عليها هاني شنودة وبيقول أنها تبقى نقلة كبيرة في تاريخ الغنى وتاريخ الموسيقى في مصر. هيكون معانا النهاردة هاني شنودة وزجزاج. انتظروا هذه الفقرة لأن بالفعل هتكون هي زي يعني استراحة بعد كل أحداث هذا الأسبوع. النهارده كمان ما نقدرش ننسى انه ذكرى الفنان الكبير، واحنا برضو بنتكلم عن الموسيقى والغناء، النهارده ذكرى رقم 34 للموسيقار الكبير رياض الصنباطي. رياض الصنباطي معروف انه من مواليد محافظه دمياط في 30 نوفمبر 1906، مات زي النهاردة. أصيبه هو في سن صغير جدا بمرض في عينه منعه من أنه يكمل تعليمه، ووالده فضل أنه يعلمه الموسيقى لحد ما بقى مطرب الفرقة الأساسي واشتهر في محافظات وجه بحري وكان معروف ببلبل المنصورة. سنة 28 انتقل مع والده للقاهرة وتقدم لمعهد الموسيقى في نفس العام، لكن مستواه المذهل، مستواه الكبير جدا، أبهر المدرسين في المعهد فعينوه مدرس بدل ما يدخلوه المعهد كطالب. بالفعل اشتغل مدرس عود وأداء وبدأ يلحن مع شركة أوديون اللي كانت بتتعامل مع كبار المطربين في العشرينات والثلاثينات. تعاون طبعا رياض الصنباطي مع أم كلثوم في أوائل الثلاثينات، وكانت أول أغنية ليها لي معاها مع مع يعني على بلد المحبوب، واستمر إنه يتعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم وقدم ليها مجموعة من أجمل ما غنت كوكب الشرق أم كلثوم، واللي تقدر يمكن بمئة أغنية، ويمكن كانت الأطلال أهم أو أحد أهم ألحانه للست اللي كانت بتلقبه بالعبقري. بعد الفاصل هنشوف مع حضراتكم مصر حصل فيها إيه النهاردة. محمد رياض الصنباطي عرفت أذناه الموسيقى أول ما عرفت من التلاوة القرآنية، فقد كان والده مقرئا بمدينة فارسكور حيث ولد.
شغفه بالموسيقى بدأ مبكرا جدا، فمارس الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى المجاورة في صبا، ثم أصيب بمرض في عينيه منعه من استكمال دراسته، وتزامن مع اكتشاف والده لموهبته حين سمعه يغني أغنية سيد درويش الشهيرة الصهبجية، ثم استمع إليه الشيخ درويش نفسه فأعجب به وأراد أن يصطحبه إلى الإسكندرية، ولكن والده رفض قبل أن يقرر لاحقاً الانتقال إلى القاهرة عام 1928، وهناك قدم له في معهد الموسيقى العربية. بحلول منتصف الثلاثينات تعرف على أم كلثوم لتبدأ بينهما رحلة طويلة قدم خلالها أعمالاً خلدت في تاريخ الموسيقى والغناء العربي، من بينها أغنيتهما الأطلال التي صنفت كأفضل أغنية عربية في القرن العشرين. السنباطي هو الموسيقي العربي الوحيد الذي نال جائزة اليونسكو العالمية عام 1977، وأحد 5 موسيقيين فقط نالوا هذه الجائزة على فترات متفاوتة، باعتباره الموسيقي المصري الوحيد الذي لم يتأثر بأي موسيقى أجنبية، وأنه استطاع بموسيقاه التأثير على منطقة لها تاريخها الحضاري. هبة البنا، البيت بيتك. فاضل يومين وحنبقى اتنين، ارتاح يا قلبي ونامي عين، ارتاح يا قلبي حنبقى. اهلا بحضراتكم. ومصر حصل فيها ايه النهارده؟ كان في اول رد فعل رسمي على الشائعات، يعتبر ده فعلا اول رد فعل رسمي على كلام كتير قريناه سواء في صحف كثيره او في مواقع اخباريه كثيره. استنكر النهارده بيان من مجلس الوزراء او في اجتماعه النهارده يوم الاربعاء او امبارح بالتحديد، كان في اجتماع لمجلس الوزراء، استنكر في هذا الاجتماع مجلس الوزراء الحملة المغرضة ضده، وقال أنه قضية وزارة الزراعة في يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحد من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط. أضاف رئيس المجلس أنه ما حدث في هذه القضية بيؤكد تماما أنه في شفافية تامة وغير مسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أي فساد. كانوا معنا على التليفون السفير حسام قاويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء. أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك مبدئيا، ويعني يعتبر البيان الذي ذكرته الآن هو أول رد فعل رسمي على الشائعات التي ظلت تتردد يعني طوال الأسبوع الماضي. كيف ترد لنا الآن بصورة حصرية للبيت بيتك على هذه الشائعات؟ مساء الخير، تحياتي طبعا. بداية ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، ده أيضا ضمن عدد آخر من البيانات الصحفية التي تناولت القرارات والموافقات التي على بعض المشروعات وبعض الأمور المتعلقة بالقضايا الخدمية في اجتماعات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما تم تناوله من الحملة التي يتم فيها توجيه اتهامات لبعض من السادة الوزراء. وليس هذا في الحقيقة أول رد فعل رسمي من جانب مجلس الوزراء، فهناك أيضا السيد رئيس الوزراء في لقاءات صحفية أشار إلى أنه لا توجد استقالات كما أشير في بعض وسائل الإعلام، كما لا توجد أي دلائل على أي من السادة الوزراء متهم في أي من قضايا أخرى، وما يتردد عن أنه وجود عدد من الوزراء بعينهم سيتقدموا بالاستقالات أو أنه سيكون لهم يد في أي من قضايا الفساد. أشار السيد رئيس الوزراء أكثر من مرة أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، واليوم تم تناول هذا الأمر، وكان هناك رفض تام من كافة السادة الوزراء لما يجري من توجيه اتهامات دون أي سند قانوني أو دليل، وهذه الاتهامات بلغت إلى حد توجيه السباب والتجريح والتشكيك
في الذمة والأمانة، وهذا أمر مرفوض تماما من كل مجلس الوزراء. وفي الحقيقة هذه الاتهامات بتخرج عن أي حدود للنقد الموضوعي أو حتى حمل أمانة أو حرفية العمل الإعلامي من جانب الذين يقومون بتوجيه مثل هذه الاتهامات دون أي سند أو قانوني أو دليل مادي على ما يشيرون عليه. طب سيادة السفير حسام القويش، يعني أيضا يعني كان في أنباء تم تداولها في مواقع إخبارية متعددة أنه من المحتمل أن يكون هناك في الفترة المقبلة تعديل وزاري، كيف ترد لنا على ذلك؟ يعني السيد رئيس الوزراء بنفسه أشار في أكثر من مرة، وأنا أؤكد أيضا إلى ما أشار إليه السيد رئيس الوزراء، من أن التقييم للسادة الوزراء والسادة المحافظين هي عملية دائمة ومستمرة، وفي حالة ما إذا كان هناك أي أمر يستوجب إجراء تعديل وزاري فستتخذ هذه الخطوة. الآن هي وزارة الزراعة هي الوزارة الوحيدة التي يتوجب اختيار احد الشخصيات لرئاستها، ولكن عملية التقييم وعملية المراجعة وعملية مراجعة معدلات الانجاز والملفات الموكولة لكل من السادة الوزراء هذه امور بتتابع بصفة دورية، واذا ما كان في اي مرحلة في اي وقت يتوجب ان يكون هناك تعديل وزاري فتتخذ هذه الخطوة. يعني لا تعديل وزاري حتى هذه اللحظة، وان كان هذا الامر غير مطروح الان. يعني حتى هذه اللحظة لا تعديل وزاري، ولكن في أي لحظة ممكن بكرة يبقى فيه، بعده يبقى فيه. أنا أشرت أنه في تقييم مستمر، وفي حالة إذا ما كان هناك احتياج لإجراء تعديل وزاري سيتم هذا الأمر، ولكن حتى الآن ليس هناك أي تعديل وزاري فيما عدا ما يتعلق بوزارة الزراعة. طيب وصلت الفكرة، شكرا لحضرتك سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. والنهاردة وزارة الرأي أصدرت بيان عن الخطاب اللي احنا كنا عرضناه امبارح في البيت بيتك، واللي بيدعو فيه الوزير محمد فودة باعتباره كاتب صحفي كبير. وقالت الوزارة ان محمد فودة كان بيكتب بشكل أسبوعي منتظم في جريدة وموقع اليوم السابع، وان ده هو اللي دفعهم لتوجيه الدعوة ليه للمشاركة بهذه الصفة. والوزارة قالت كمان انه او انها اطلقت في يناير الماضي الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات والتلوث، واللي لا تزال فعالياتها مستمرة حتى الآن. ولتوفير المزيد من عوامل النجاح للحملة شافت الوزارة أنه في الوقت ده لازم تضم عدد من الإعلاميين والفنيين والفنانين والصحفيين للمشاركة في عضوية شرفية للجنة حماية النيل، مؤكدة أنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 400 إعلامي وصحفي وفنان. طيب خلونا يعني نروح لسياق آخر تماما، وإحنا يعني بنتكلم كده مع حضراتكم، لسه بتواصل القوات المسلحة عملياتها الميدانية في شمال سيناء في مراحل العملية الشاملة حق الشهيد للقضاء على البؤر الإرهابية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، بدعم من المجموعات القتالية من الجيش الثاني الميداني وعناصر من الصعقة وقوات التدخل السريع، وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح. أكدت القوات المسلحة أن العملية الميدانية الموسعة لمكافحة الإرهاب في سيناء حق الشهيد هي الأكبر من نوعها لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة والجماعات التكفيرية، وهتستمر في جهودها حتى يتم إنهاء وجود الإرهاب في سيناء بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. ونجحت جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور الإرهاب، حيث قامت القوات المسلحة ومعها عناصر من الشرطة المدنية بالعملية الشاملة حق الشهيد اعتبارا من يوم الاثنين 7/9 يوم الاثنين اللي فات لغاية يوم الاربع، في قتل 86 من العناصر التكفيرية المسلحة وقبضوا على 195 فارد اخرين. طيب احنا معانا سيادة اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ويعني كيف تصف لنا عملية حق الشهيد وما وصلت اليه من نتائج حتى الان؟ حق الشهيد احنا بنأكد على الاسم الكودي بتاع حق الشهيد في عرف القوات المسلحة، الشهداء يعود حقهم بالقضاء التام على كافة العناصر الإرهابية التي تسببت في سقوط شهداء حتى لو كانوا 10,000. فالعملية إذن لن تتوقف إلى بالاستئصال الكامل. لنا 4 أيام بدت من أول ضوء يوم الاثنين 7/9 النهاردة في اليوم الرابع، هي برضه عشان نبقى عارفين بتشتغل داخل مستطيل
طوله 40 كيلو من العريش لحد رفح، وعرضا 14 كيلو من البحر للشيخ زويد. اذا المستطيل ده محاصر حصارا كاملا مغلق من جميع الاتجاهات، ومحطوط عليها كمائن لمنع خروج اي ارهابي، ويتم القبض على اي شخص يكون مشتبه فيه. المقبوضين عليهم لحد امبارح 195، بيضاف عليهم اعتقد 48 النهارده يعلن عنهم بكره. عدد القتلى 86 في اليوم الاول 29، اليوم الثاني 27، 30، بنتكلم النهارده في الحصيله 243 قتيل بالاربع ايام. في الطوق الامني موجود بحيث ان هم لا يتحرك ابدا ولا حد يخرج من هذه المنطقه. الجديد في هذا الامر ان حجم التشكيلات الجيش الثاني مدعومه بامكانيات هائله جدا من عناصر القوات الخاصه وعناصر القادره على مكافحه الارهاب، بالاضافه الى عمليات الوحدات الخاصه من الشرطه. برضو بنؤكد على ان اثناء العمليه لما بتدور في سيناء بيدور على محور اخر داخل البلاد، عمليه امنيه استراتيجيه كبيره بالتزامن معها. حققت الحقيقه في الايام الاولى منها اعداد كبيره جدا من الصف الثاني لجماعه الاخوان الارهابيه، ومجموعات كانت مطلوبه تم القبض عليها، ده بالاضافه لمخازن الذخائر والمفرقعات. احنا بنتصور يعني ان العمليه لم تتوقف الا بالقضاء التام، وبنتصور الافق مش هيكون لمسافه كبيره، لان تصميم القوات المسلحه المصريه طبقا لتكليف القائد على القوات المسلحه ان احنا نخلص في اسرع وقت ممكن بتنظيف 100% حتى نتفرغ. يعني امتى ممكن نتخلص 100% من هذه العناصر الارهابيه؟ اي بالظبط كده يا فندم، متى يمكن التخلص 100%؟ لا متى يعني؟ توقيت محدد حضرتك بتقول قريب يعني؟ قريب متى دي طبعا عند ربنا، ممكن بكره ممكن بعد ساعه لما الحجم ده ينتهي طبعا. طيب. يصعب على حد التحليل، انما في مسافه قصيره لان حجم القوات كبير، وواضح جدا ان هذه العمليه لها طابع خاص عن العمليات السابقه، لان هي عمليه مفتوحه، وكلمه مفتوحه بالنسبه للقوات المسلحه يمكن مفتوحه احنا بالنسبه لنا كمواطنين، والقوات المسلحه عندها هذا الافق. انا بعتقد ان هي هتعلن في فتره قصيره ان شاء الله الانتهاء تماما من مهمتها. شكرا لحضرتك اللواء محمود خلف المستشار باكاديميه ناصر، شكرا جزيلا لحضرتك. ومن عمليات الجيش وعمليه حق الشهيد نذهب للانتخابات، واللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه اكدت انه لا نيه لمد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الفتره المقرره وفقا للجدول الزمني والمواعيد المعلنه، وانه هيتم غلق الباب بعد غد السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري الساعة 12 ظهرا، وأنه لا يوجد أي اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة تانية. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات خلال لقائه بالصحفيين صباح اليوم الخميس أنه المد اللي حددته اللجنة هو لتقديم الكشوف الطبية الجديدة فقط، وليس لتلقي طلبات الترشح، وذلك خلال أيام 13 و14 و15 سبتمبر، موضحا انه يتم اعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم المقبولين والمستبعدين وتقديم الطعون في الفتره من 16 حتى 18 الجاري. معنا على التليفون سياده المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنه العليا للانتخابات، اهلا وسهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك. ويعني حضراتكم اكدتم انه لا تعديل في جدول الانتخابات او مواعيد الانتخابات، ولكن هناك تعديل في مواعيد تقديم الكشف الطبي للمرشحين. طيب الو سياده المستشار، طيب واضح ان الاتصال قطع مع سيادة المستشار عمر مروان، يعني اتمنى ان احنا نحاول نتصل بيه مرة تانية علشان نتأكد من يعني اخر التطورات فيما يتعلق بتسليم كشوفات الطبية للمرشحين، وربما نسأله أيضا عن الموقف القانوني لترشح أحمد عز. طيب عاد لنا سيادة المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة أو للجنة العليا للانتخابات، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك. وبداية يعني كنت بسأل حضرتك يعني هل هناك بالفعل تأجيل في تقديم مواعيد الكشف الطبي أو الكشوفات الطبية للمرشحين؟ لماذا
لماذا تم هذا التأجيل؟ ويعني هل بالفعل لا تعديل أبدا في جداول الانتخابات؟ ألو سيادة المستشار، حضرتك سمعنا؟ سيادة المستشار عمر مروان، مش عارفة احنا بنحاول ان احنا يعني نتواصل مع حضرتك، حضرتك واضح انك مش سمعنا. طيب خلونا طيب نروح لموضوع يخص أيضا العملية الانتخابية، وربما نعود مرة أخرى للاتصال بسيادة المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات. ومن شوية حصل لرجل الأعمال أحمد عز على رمز السفينة بعد ما تقدم محامي بأوراق ترشحه لمجلس النواب، كان محمد حمودة محامي رجل الأعمال الشهير أحمد عز توجه صباح اليوم لمحكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية لتقديم أوراق ترشح رجل أعمال في الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العليا للانتخابات في محافظة المنوفية، وطبعا ده حصل وسط جدل قانوني كبير. معنا على التليفون دكتور محمود كوبيش عميد كلية حقوق القاهرة سابقا، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البيت بيتك. وبداية يعني كخبير قانوني، كيف ترى قانونية ترشح أحمد عز؟ لا يعني بداية يعني مجرد أخذ الأوراق وتلقي الأوراق لا يعني قبول الترشح أو الموافقة على الترشح أو توافر الشروط. بطبيعة الحال أي أوراق بتقدم تخضع بعد ذلك، بس هو خد رمز، يعني هو حصل على رمز السفينة. يعني لا، الكشوف النهائية سوف تعلن بعد ذلك. يعني حصوله على أحد الرموز ده مش معناه أنه خلاص ترشحه تم قبوله؟ لا طبعا طبعا القبول لا يكون، القبول النهائي لا يكون إلا بعد إعلان الكشوف النهائي وبعد الخضوع للطغيان. يعني تعلن الكشوف المبدئية ثم بعد ذلك يكون هناك فرصة للطعن، وتعلن الكشوف النهائية حينما اللجنة تنتهي إلى توافر كافة الشروط اللازمة للترشح. ربما توافرت هذه الشروط، ربما تم تصحيح الأمور التي كانت سببا للحكم بعدم قبول ترشحه. امتى ممكن يتم قبوله وامتى يتم استبعاده، في انهي حاله؟ يعني في حالات، منها يعني الحاله الخاصه بالسيد المهندس احمد عز كانت خاصه بانه ليس في امكانه فتح حساب بنكي يستطيع الصرف منه، لان ده شرط اساسي انه يقدم حساب بنكي يضع فيه الاموال التي يقوم يعني بالانفاق منها على الدعايه الانتخابيه او ما الى ذلك، وباعتباره ممنوع من التصرف لا يجوز له انه يفتح حساب بنكي او خاص يعني بالعمليه الانتخابيه ويقوم بالصرف منه. طب احنا معلوماتنا ان هو بالفعل فتح حساب في هيئه البريد المصري، هل ده قانونيا يغني عن الحساب البنكي؟ طبعا يغني عن الحساب البنكي، اذا تمكن من فتح حساب في هيئه البريد فهذا يغني عن الحساب البنكي. لكن هل يمكنه التصرف في هذا الحساب؟ ما هو يشترط انه يتصرف فيه، يعني يتصرف في الاموال الموجوده فيه. وممنوع من التصرف، ممنوع من التصرف من اي حساب او من اي اموال تخص وفقا لقرار المنع من التصرف. فهل هذا اللجنه ستراه كافيا ام لا؟ هذا امر بتحسمه اللجنه في النهايه. لكن ليس معنى اخذ الاوراق واعطاء رمز او ما الى ذلك ليس معناه طيب انه الترشح اصبح دكتور قائمة. محمود، يعني حضرتك كخبير قانوني بتتوقع ومن خلال قراءتك كده للمشهد السياسي المصري، تتوقع كده انه المهندس احمد عز يكون احد اللاعبين على المشهد السياسي في الفتره المقبله، وانه سيدخل بالفعل الانتخابات البرلمانيه المقبله؟ انا لا اعتقد يعني لا اعتقد. ليه؟ لانه السبب الذي أدى إلى الحكم برفض ترشيحه لا زال قائما، يعني السبب هو عدم قدرته على التصرف في أمواله ولازم يتصرف من حساب معين، وسواء كان الحساب حساب بريدي أو حساب بنكي فلازم يتمكن من الصرف منه. يعني تودع فيه أموال يستطيع التصرف
التصرف فيه. هو لا يستطيع التصرف في هذه الأموال. يعني هذا هو الذي تقرر قبل ذلك. الأمر لم يتغير كثيرا. يعني أنا شايف أن يمكن الفرصة الوحيدة للترشح أن يترشح من خلال قائمة. لأن القائمة بيكون الحساب باسم القائمة وليس باسم أفراد أو بأسماء أفراد القائمة. هو ده يمكن الوسيلة الوحيدة. يعني لو ترشح من خلال القائمة دي ممكن تبقى وسيلة لدخوله السباق الانتخابي هذا العام. نعم ده ممكن. طيب. ده ممكن يعني. لكن ليس هناك شروط أخرى. الناس تتكلم عن أنه لا يجوز أنه شخص معين يدخل في السباق الانتخابات البرلمانية باعتبار أنه كان من النظام السابق أو ما إلى ذلك. هو طالما توافرت الشروط في أي شخص المحددة قانونا فمن حقه أن يتقدم للترشح، والشعب هو الذي يختار يعني. طيب شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود كوبيش عميد كلية حقوق القاهرة سابقا. احنا لسه بنتابع مع حضراتكم اخبار الانتخابات. احنا طبعا في البيت بيتك رحنا لعدد من المستشفيات اللي خصصتها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وحضرنا تقرير عاوزين نشوف فيه ازاي الاطباء بيقوموا بالكشف الطبي، وكمان عشان نعرف رأي المرشحين. استعدادا لبدء الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية، توافد المرشحون لمجلس النواب القادم لإجراء الكشف الطبي عليهم، ومن ثم تحويل أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات. هو بيمر بخطوة عينات دم وبول علشان المخدرات والمسكرات ووظائف كليته ووظائف كبده، وبيعمل أشعاعات تلفزيونية وأشعاعات عادية علشان خاطر يتقيم في عيادة البطنة مع رسم القلب، وبيعمل عيادة بطنة للصحة العامة، وبيعمل عيادة نفسية وعصبية للتقييم النفسي للكانديديت أو للمرشح. إجراءات الكشف الطبي على المرشحين التي بدأت منذ الثانية ظهرا تجري وفق نظام محكم داخل المستشفيات رغم الإقبال الكبير. النهاردة بصراحة كان في نظام كويس جدا في المستشفى، كل عيادة متخصصة بتستقبل اللي عايزين يكشفوا، بيبقى في سرعة وفي نظام، ما خدناش وقت تقريبا بتاع ساعة ونص وكل حاجة خلصت يعني. بس الزحمة كتير شوية، ولكن الإجراءات مع بالتعاون مع مدير المستشفى إجراءات ممتازة يعني، ما فيهاش أي مشكلة خالص يعني. كل العاملين بالمستشفى ناس متعاونة جدا وسهلوا لنا الإجراءات. كله بيتاخد أساميه وبتبقى داخلين بحسب الأدوار بتاعتهم وماشي عادي يعني الحمد لله. ومع إشادة المرشحين بالنظام المتبع في إجراءات الكشف الطبي عليهم، فإن بعضهم ما زال له بعض المآخذ من تكرار هذه الإجراءات. وإحنا المرة الأولانية دفعنا 4200 جنيه رسوم الكشف الأولاني، والمفروض طالما هم هيعيدوا الكشف يعاد مجانا، احنا ما عندناش مشاكل في الكشف. هو المفروض ان هو اتعمل مره ما يتعملش مره تانية، بس طبعا نتيجه لقرار المحكمه الاداريه العليا احنا نفذنا القرار وجينا نعمل الكشف الطبي. بالنسبه للكشف المخدرات اللي المحكمه بتقول يتعاد، واحد يعني خلاص هيبقى مدمن في 6-7 اشهر، ده غير كمان بصراحه فينا هو اصلا الكشف ده مش بيبين قوي يعني. في بعض المرشحين انا اعرف ان هم بيتعاطوا مخدرات وما بيظهر لهم، واضح ان نوع الكشف نفسه، ده غير ان كمان اسعار غاليه جدا 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 يعني، كشف المخدرات على سبيل المثال غالي جدا. لم يبقى سوى القليل لإتمام الخطوة الثالثة والأخيرة نحو الاستقرار واستكمال خارطة الطريق واختيار نواب يمثلون الشعب باختياره الحر وبكلمة الصندوق. آية جمال الدين، البيت بيتك. يعني كلام خطير يعني، انه يقول لنا كشف مخدرات ايه اللي بتعملوه، انا اعرف واحد بياخد حشيش دخل الكشف وخرج وطلع سلبي، ما بينش انه بياخد اي مخدرات، وانه الكشف ايه اللي بتعملوه ده كشف غير دقيق. عاوزين يا ريت إجابة يعني على الموضوع ده، هل فعلا الكشوفات الطبية اللي بتتعمل على المرشحين اللي هينوبوا عنا في البرلمان القادم هي كشوف غير دقيقة وفي الآخر يطلع لنا نواب يعني محششين؟ طيب ما علينا.
خليني انتقل لموضوع تاني. والنهارده نيابه النزهه استمعت لاقوال مضيفه مصر للطيران في بلاغها ضد ضابطين قطريين قاموا بالتحرش بيها خلال اقلاع طائرتهما فوق السحاب. المضيفه قالت ان المتهم الاول قام بملامسه اماكن حساسه في جسدها اثناء مساعدتها ليه على وهي قاعدين على الطائره يعني هما في الطائره، والمتهم الثاني تحرش بيها لفظيا ويعني قام بسبها وقصفها، وذلك عندما نهرت زميله عن فعل ذلك. على الفور توجهت المضيفة لكابينة القيادة واشتكت لقائد الطائرة اللي قرر العودة مرة أخرى. تحقيقات النيابة كشفت أنه الضابطين لسه هم طلاب في كلية الشرطة في القاهرة، وأنهم كانوا في طريقهم لقضاء أجازتهم بين أسرتهم في دولة قطر. صرحت مصادر أمنية في المطار أنه بعد وصول رحلة الخطوط القطرية رقم 1301 والقادمة من الدوحة، تلقى رجال الأمن بلاغ من مضيفة ضد كل من عيسى سيف محمد ومنصور راشد ضابطي شرطة قطريين بالتحرش بها، وعندما نهرتهما قاما بسبها وتهديدها واشتكت لقائد الطائرة. وعندما تبين سوء موقفهما اتصلا بسفير قطر لدى مصر، حيث أرسل مندوبين للمطار وحاول احتواء الأمر بالتصالح وتم إخلاء سبيلهم. احنا معانا أستاذ أسامة عبد الباسط نقيب الضيافة الجوية في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أسامة، وإيه اللي حصل بالضبط؟ أهلا وسهلا أستاذ أنجي. أهلا بحضرتك. ماذا حدث؟ حضرتك اسمحي لي الأول بس في توضيح مهم جدا. يا ريت اتفضل. المضيفة ديت على الخطوط الجوية القطرية، مش طائرة مصر للطيران. أي طيب، وصلت الفكرة. وده يعكس حاجة تانية، معاملة الخطوط القطرية. حضرتك احنا على الفور، انا حقيقي امبارح انا شغال اساسا شغلي الاصلي مضيف جوي في شركة مصر للطيران، كنت امبارح في رحلة فوجئت بالليل باتصالات تليفونية من الاستاذ احمد مصطفى الصحفي في اليوم السابع والاستاذ حنان عز في البوابة نيوز، بيكلموني بيسألوني عن ايه اللي حصل للمضيفة، زي ما حضرتك اشرت الخبر كده ان ايه اللي حصل على رحلة مصر للطيران مع زميلتنا المضيفة. قلت لهم يا جماعه انا جاي من رحله وما اعتقدش ان في مشاكل حصلت والا كنت عرفت. خلاص انه رحله على الخطوط الجويه القطريه مش مصر الطيران، وهي مضيفه مصريه في الخطوط الجويه القطريه مش مضيفه في مصر الطيران. مظبوط يا فندم، مظبوط. هي الخطوط الجويه القطريه لكنها جنسيه مصريه. احنا اللائحه الداخليه بتاعه النقابه بتنص على توفير الحمايه لأي حد يحمل رخصة طيران يتمتع بالجنسية المصرية في أي شركة طيران على مستوى العالم. فبناء عليه تم تكليف أحد الزملاء من أعضاء مجلس إدارة النقابة النهاردة اتوجه مع المستشار القانوني للنقابة، راحوا نيابة النزهة علشان يقابلوا زميلتنا اللي اسمها سهى من الخطوط القطرية. مع الأسف وصلوا النيابة كان المحضر اتقفل وكانت الزميلة سهى مش موجودة، فاحنا على تواصل طلبنا من وكيل النيابه ان احنا عايزين رقم تليفون عشان نتواصل معاها ونوفر لها الدعم اي دعم هتحتاجه. وهو حضرتك اسمحي لي بس انا عايز اشير لنقطه ثانيه مهمه جدا. اتفضل. هنا انا كان عندي مؤتمر اول الشهر دوت في تونس، مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الاي تي اف، كان مؤتمر بيناقش اوضاع النقل في مجال الطيران. من ضمن الأجندة بتاعة الاتحاد الدولي للنقل الاي تي اف ان في حملة ضد الخطوط القطرية، لان عقود العمل فيها عبارة عن عقود عبودية مع الأسف في العصر الحديث بيفصلوا المضيفات الحوامل بيسببوا مشاكل. فأول ما سمعت الخبر امبارح أخذنا قرار على طول فوري، اتصلت بزملائي في مجلس الإدارة بتاع النقابة وأخذنا قرار إن إحنا رغم إن هي مش منتسبة للنقابة إلا إن إحنا لازم نقعد جنبها ونوجه لها الدعم اللازم. طب هل صحيح إنه هي وافقت على التصالح في مقابل 20,000 جنيه؟ لا 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 لا، أنا بقول لحضرتك إحنا رحنا النهاردة كان وكيل النيابة قال لنا إن يعني ده معلومة خطأ، خبر غلط يعني. لا احنا منتظرين لانه في بعض المواقع الصحفيه قالت كده، نشرت الخبر ده. لا 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 لا، المعلومه دي مش عندي. بس هو انا اللي بشيره لحضرتك، يعني انا يعني حضرتك تخيلي انا كنت لسه بقول لحضرتك اول الشهر بنتكلم عن الخطوط الجويه القطريه وازاي معاملتهم للعاملين عندهم، واجي افاجئ بامبارح بواحده زميلتنا بتيجي بتشتكي من
من فعل زي ده اكيد اكيد حاجه يعني بتعكس شيء من الواقع. وقد ايه ايه اللي ممكن يحصل في الموضوع ده؟ يعني ممكن نصل لايه يعني؟ والله القانون المصري بينص ان الراجل دوت لو الشخصين دول هيتم احتجازهم ويتم عرضهم على النيابه لحين تحديد موعد محاكمه ليهم. يعني هم رجعوا مصر، هم موجودين على ارض مصر يعني دلوقتي، ممنوعين من السفر. بالظبط. فهو اكيد ان هم حاليا في الحجز ومنتظرين بقى اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم. اكيد ان هم في الحجز ولا هم في الحجز؟ لا اكيد ان هم في الحجز. يعني حضرتك انت نفسك اشرتي قلتي لا، ما انا عاوز اعرف على ارض الواقع. ما انا عارف. انا عاوز اعرف، ما السفاره تدخلت وحاولوا يحتووا الموقف ويتصالحوا، حصل ايه بقى حتى اللحظه حاليا؟ هم لسه محجوزين ولا لا؟ ده اللي بنسال حضرتك لو عندك معلومه. احنا لا، المعلومه دي مش عندي انا. المعلومه الاساسيه انا هبقى طرف اصيل في الموضوع اول ما الزميله سهى اللي هي حصلت معاها المشكله ان هي تقرر الاعتماد علينا وتقرر توجيه الموضوع لينا. هي حتى هذه اللحظه ما واجهتش الموضوع ليكوا لسه؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. طب في حاله توجيهها للموضوع يعني انتوا ممكن تعملوا لها ايه قانونيا؟ في توجيهها ان المحامي بتاعنا هو اللي هيتولى الموضوع، واحنا الشيء اللي احنا حريصين عليه في النقابه ان اي مضيف او مضيفه جويه مصريه او مصري بيتمتع بالحصانه وفقا للقانون المصري، ومستحيل ان احنا نتنازل عن حقه، ومستحيل ان احنا مهما كانت او فلوس الدنيا مش هتجيب كرامتنا. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ اسامه عبد الباسط، كبير او نقيب العاملين بالضيافه الجويه. طبعا يعني محتاجين ان احنا نعرف يعني ماذا سيحدث في هذا الموضوع. يعني انا عرفت من الخبر انه حاولوا مندوبين من السفاره القطريه انهم يحتووا الامر بالتصالح، لكن ما فيش معلومات اكتر. هل هم لسه محجوزين ولا لا؟ حصل تصالح ولا لا؟ المضيفه حتى هذه اللحظه ما توجهتش لنقابتها. يعني بالتاكيد الايام القادمه يعني هنشوف معلومات اكتر ماذا سيحدث في هذا الموضوع. والخبر الصحيح انه هي مش مضيفه في مصر للطيران، هي مضيفه في الخطوط الجويه القطريه. وزي ما قال استاذ اسامه نقيب المضيفين انه هناك شكوى من الخطوط الجوية القطرية في يعني التعامل مع المضيفين من الجنسيات الأخرى. بالتأكيد هذا الموضوع سوف نحاول أن نعرف عنه معلومات أكتر في الفترة المقبلة. وخلونا ننتقل للشرقية. الشرقية الفترة الأخيرة عندنا يعني منها أخبار كتيرة. الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية أصدر قرار بنقل وحيد عبد الرحمن أحمد مدير مدرسة السعدية الابتدائية التابعة لإدارة فقوس التعليمية لديوان عام الإدارة التعليمية، واستبعاده عن العملية التعليمية وإحالته للتحقيق فورا لأنه كان بيشرب شيشة جوه المدرسة. عرف إزاي بقى المحافظ؟ شاف الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في صورة بتتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير المدرسة وهو بيشرب الشيشة في المدرسة. على الفور المحافظ قرر نقله فورا واستبعاده عن العملية التعليمية وإحالته للتحقيق. محافظ الشرقية قال إنه اللي فعله المدرس ده هو شيء مشين للعملية التعليمية. حتى لو كنا في فترة الأجازة الصيفية، التربية لازم تبقى قبل التعليم، والمدرسة هي يعني في قدس ليها قدسية زي الجامعة تماما، ولا يقبل فيها أي تصرف مشين. احنا معانا على التليفون محافظ الشرقية دكتور رضا عبد السلام. أهلا وسهلا بحضرتك معانا يا دكتور رضا، منورنا في البيت بيتك. ومبدئيا يعني حضرتك عرفت الموضوع ده ازاي؟ يعني حضرتك بتقعد بنفسك بتشوف مواقع التواصل الاجتماعي ولا حد بيشوف الحاجات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخص محافظة الشرقية وبينقلها لحضرتك؟ شوف انا اقول لحضرتك، يعني اولا تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا جيل مختلف وفي زمن مختلف، يمكن ده البعض اللي لغايه دلوقتي مش مدرك الكلام ده. احنا بنعيش في زمن ثوره الانترنت، وانا بنتمي للجيل ده. علشان كده الوقت اللي بيبقى متاح قدامي بتابع فيه شبكه الانترنت، بتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ليا صفحه على الفيسبوك، صفحه المحافظه بشارك، وحتى بتحاور مع الناس، حتى في شكاوى مباشره برد عليها. فالفكره ان الموضوع ده تم تداوله على اكثر من موقع، ويمكن لقيت سريعا زوجتي بعتالي رساله على الواتساب بتقول لي في عندك في الشرقيه الموضوع ده، واخد بال حضرتك؟ على الفور تواصلت مع مدير الاداره التعليميه بفاول. يعني المدام متعاونه مع حضرتك يعني.
الصوت واصل لحضرتك يا فندم؟ انا سامع حضرتك واضح ان المدام متعاونه مع حضرتك تماما. ده حقيقة يعني كتير من المشاكل هي حتى بتبعتها لي على طول، المشكله مساره في ميه مقطوعه في المكان الفلاني، طبعا ده بشكل غير مباشر، فبتتواصل معايا في مشكله زي كده. فتواصلت مع مدير الاداره التعليميه في مدينه فاوس على الفور، وبالفعل تم نقل هذا المعلم، وده كان معلم اول للاسف الشديد، وانا بقول للاسف الشديد ان ده يبقى نموذج لمعلم ويشرب شيشه وفي قلب المدرسه. طبعا هذا الجيل من المعلمين، او من الاسف الصوره السلبيه للمعلمين، في معلمين في غايه الاحترام واغلبهم هكذا، لكن ده لا يدرك ان الدنيا اتغيرت النهارده اي مشهد. عشان كده ده رساله المهم، وانا بقى انا داخل في المداخله دي لسبب مهم قوي، دي رساله لكل من يعمل في اي مؤسسه حكوميه. النهارده الزمن اتغير، اي كلمه تصدر منك، اي تصرف هيصدر منك، اي فعل، اي موقف النهارده ممكن يوصل ويتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا دي مش اول واقع، يعني في الشرقيه الفتره اللي فاتت الحقيقه الحاجات بتحصل، احداث كتيره جدا، يعني كل شويه نلاقي واقع. يعني مثلا الاسبوع اللي فات حضرتك دخلت على مدرسه لقيتهم لابسين جلابيات واحلتهم للتحقيق. ده طبعا في جولات اليوميه اللي انا بلف فيها. طب المهم جدا، انا طبعا قررنا نقل هذا المعلم الى وظيفه غير تعليميه، وظيفه اداريه تماما، ده ما ينفعش يكون قدوه للطلاب ابدا ابدا. طب ايه الفكره في اللي بيحصل في الشرقيه؟ يعني حضرتك كل ما تروح حته تلاقي مشكله، تلاقي عمل مشين ويتحول الناس للتحقيق. هل حضرتك نشيط جدا ولا الناس في الشرقيه مش ملتزمين ولا ايه اللي بيحصل بالظبط في الشرقيه؟ لا المساله مش كده، المساله يمكن ده اللي بيظهر للاعلام الحالات اللي هي السلبيه، لكن في حالات كثيره انا بشكرها وبقدرها. يعني انا النهارده على سبيل المثال فتحت مدرستين، والله لا تجد المدارس دي في ارقى الاحياء في القاهره. لا في عندنا حاجات كويسه ونماذج كويسه، وفي اماكن بروح فيها واقدم رسائل شكر واقدم خطابات شكر، زي وحدات صحيه اجدها، مدارس نموذجيه اجدها، لكن يمكن اللي بيظهر في الاعلام كالعاده دايما الحاجات السلبيه، ومهم جدا الاعلام يسلط الضوء على تلك النماذج السلبيه. مش كده وبس، انا ما اكتفيتش بكده، النهارده انا كلفت وكيل، وده المعلومه يمكن ما قلناهاش لاي مصدر اعلامي، كلفت وكيل وزاره التربيه والتعليم بوقف مدير المدرسه اللي اجريت فيها هذه الواقعه، لان انا المفروض انا رب اللي كان البيت. فيها مدرس بيشرب شيشه، يعني ازاي انا رب بيت او مدير مدرسه، مدير مدرسه المدرس اللي بيشرب شيشه. اتحول التحقيق، غير جدير باداره مدرسه، وبالتالي استبعاد هذا المدير واحالته للتحقيق ايضا. القضيه مش قضيه معلم، قضيه اداره وقضيه مؤسسه، عشان يكون عبره لغيره. احنا النهارده مقبلين على تغيير جذري في البلد في كل مجال، وفي التعليم بالذات لازم عشان البلد تتغير وتتنقل لازم تكون في نقله حقيقيه في مجال التعليم. زي ما الدوله النهارده بتجهز لرفع رواتب المعلمين والارتقاء بمستواهم المادي، لازم المعلم يكون على قدر مستوى المرحله. في معلمين زي ما بنقول ده نموذج سلبي، لكن المعلمين اغلبهم والحمد لله ناس محترمين. طيب. ونماذج وقدوه وربوا اجيال وخرجوا اجيال من الاطباء ومن من كل الفئات. طب سؤال لحضرتك، لو حضرتك كنت دخلت او يعني شفت على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت المدرس ده بيشرب سجاير، هل حضرتك كنت هتعمل نفس رد الفعل ولا هو الموضوع من الشيشه يعني؟ شوف يا فندم، يمكن السجاير امر شائع، يمكن سلوك سلبي ناخد عليه اجراء، بس مش هيبقى بحده ان يبقى قاعد بشيشه جوه المدرسه. لا انا السجاير ماشي يعني، مش ماشي ولا حاجه، لكن الفكره طب لو بايب، طيب لو بيشرب بايب ما كانتش هتبقى بنفس الحده. لا واضح ان الشيشه دي يا اما جايبها معاه يا اما في قهوه قدام المدرسه، علشان كده انا عممت على كل المراكز والوحدات المحليه ازاله اي معوقات واشياء امام المدارس ومحيطه بالمدارس زي غيره. يعني حضرتك كان مشكلتك مع الشيشه مش مع التدخين بوجه عام، مش مع السجاير يعني؟ طبعا يا فندم. طيب شكرا لحضرتك دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك. والواقع يعني دكتور رضا من المحافظين الـ يعني شديدي النشاط، يعني بينزلوا على الميدان. طيب للاسف او يعني دلوقتي لازم نتوقف في اخبارنا، لانه لازم ننضم حالا للتلفزيون المصري علشان نشوف اخر تطورات عمليه حق الشهيد مع التلفزيون المصري. وعناصر حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على مدن العريش ورفح والشيخ زويد والقضاء على البؤر الإرهابية بها، حيث قامت عناصر الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية التي تم رصدها والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها.
وقد أسفرت نتائج اليوم الرابع من العملية الشاملة عن تحقيق الآتي: قتل 48 عنصرا من العناصر الإرهابية المسلحة خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذ مهامها، وتفجير 22 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق 91 عشة ووكرا كانت تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير عربتين ربع نقل و33 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق و2 ملجأ يتحصن بها العناصر التكفيرية، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والإدارية الخاصة بالإعاشة لهذه العناصر. وتواصل حاليا عناصر القوات المسلحة فرض طوق أمني محكم على مناطق العمليات لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية من وإلى هذه المناطق، وتنظيم العديد من الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية والمطلوبين والعناصر المشتبه بهم على المحاور الرئيسية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها. تقرير عن يعني نتائج العملية اليوم الرابع لعملية حق الشهيد، واللي عرفنا من خلالها انه لسه حتى هذه اللحظة بتتواصل يعني هذه العملية على الارض، وتواصل عناصر القوات المسلحة عمل او فرض طوق محكم على جميع مناطق العمليات لضبط العناصر الإجرامية او المطلوبة او المشتبه بهم لمنع هربهم من هذه المنطقة. وخلونا نرجع تاني لأخبارنا، والحقيقة يعني وإحنا كنا قبل ما ننتقل لهذه العملية كنا بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي وقد إيه مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة بتكشف لنا حاجات كتير، واتكلم عليها دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وإنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بيشوف حاجات كتير وبيراقب حاجات كتير وبيعرف حاجات كتير بتحصل عنده في المحافظة. والحقيقة النهاردة يعني خلال أو على مواقع التواصل الاجتماعي كان في فيديو غريب منتشر بشدة، بالتحديد الفيديو لمأمورية أو حصل الحادثة بتاعته في مأمورية ضرائب شرق اسكندرية، الموظفين فيها استخدموا المأمورية في عيد ميلاد مديرتهم وعلقوا الأنوار والزينة وشغلوا الأغاني. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. يعني واضح الاسكندرانية بيحبوا يعني يجاملوا شوية يعني فراشة وأنوار ورقص جوه مديرية ضرائب شرق اسكندرية، يعني يا بختها والله مديرته. طيب مش هعلق كتير على الموضوع ده، يعني لله في خلقه شؤون. النهاردة المجلس الأعلى للثقافة خصص ندوة للحديث عن مسيرة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، حضرها عدد من الفنانين وكمان يعني عدد من تلاميذ نور الشريف. تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل هذه الندوة. نور الشريف غير اسمه من محمد جابر إلى نور الشريف بنصيحة من أخته عواطف بعد أدائه لدور صغير في عرض وبور الطحين لنعمان عاشور. في الدورة الثامنة للمهرجان القومي للمسرح أقيمت ندوة خاصة عن الفنان الراحل نور الشريف تكريما له على مشواره الفني الكبير وسخائه في رحلته الطويلة في الفن. نور الشريف طبعا فنان لا يحتاج للحديث عنه، لأنه طبعا أعماله وتاريخه مشرف جدا ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى الوطن العربي ككل ويكون على مستوى العالم أيضا. نور الشريف وضع بصمات كبيرة جدا في الفن العربي، وفي المسرح كان له 13 مسرحية قطاع عام
وخمس مسرحيات قطع خاص بخلاف إخراجه ثلاث عروض. أعمال فنية ذات قيمة كبيرة قدمها الراحل نور الشريف منذ بداياته حتى آخر أعماله، ضمت أعمالا فنية متنوعة ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، جعلته علامة فارقة في تاريخ الفن المصري وشخصا لا يتكرر في حياة أصدقائه ومعارفه وتلاميذه. أنا علاقتي بيه علاقة تلميذ بأستاذ صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، من كتر ما كنت حتى بقول له الحكايه دي كان يقول لي بص خلي بالك انا بشر، فما تخلينيش يعني ممكن اضعف في لحظه من لحظات واستغل حبك ليا ده ان انا اكلفك ما لا تطيق، فبطل تقول لي حكايه انك صاحب فضل عليا ديت عشان انا في الاخر بني ادم يعني. فقد كده كان هو متواضع الله يرحمه. كان قارئ سياسي، وده الشيء الغريب ان يعني انا ما شفتش او ما عاصرتش، وانا ازعم ان انا عرفت كل النجوم يعني وتعاملت مع اغلبهم، ما فيش حد كان يجي مره يقول لي مثلا هو انت قريت الكتاب النازيه الاخير اللي مكتوب عن هتلر؟ هتلر مات من مليون سنه، ايه اللي حصل؟ نور الشريف كده. يجي كان مثلا التحولات الاشتراكيه، هو ما كانش بيتبع مذهب سياسي بعينه يعني، لكن لازم يبقى قاري في الاشتراكيه، في الماركسيه، كتاب راس المال، كان بيحاول يقراه بشكل مجنون، وهو طبعا كسلوكا بعيد تماما عن لكن هي دي المعرفة، هي دي الثقافة. نور الشريف هو شخصية المهرجان لهذا العام، والذي اختارته إدارة المهرجان لتهديه الدورة القادمة باسمه تقديرا لما قدمه هذا الفنان الراحل من أعمال ما زالت تعيش في وجدان جمهوره. أي جمال الدين، البيت بيتك. أكيد مش ممكن ننسى الفنان الكبير نور الشريف، كل عمالقة مصر، كل أيقونات مصر الفنية مش ممكن ننساهم يعني، حتى لو حاولنا ننساهم أعمالهم الفنية الجميلة الرائعة اللي تركت بصماتها الواضحة على قلوبنا وعلى فكرنا وعلى عقلنا وعلى تاريخنا السينمائي وعلى تاريخنا الفني في مصر، مش ممكن تخلينا ننساهم. كل مشهد من مشاهد نور الشريف كان بيحمل إضافة، وفنان من نوع خاص وأيقونة مصرية فنية تستحق ان احنا نتوقف عندها، مش ممكن ابدا ننساها. تحية تقدير واجلال لروح الفنان الكبير نور الشريف، وطبعا البركة في اسرته وبناته. طيب بعد الفاصل الموسيقار هاني شنودة وتجربة فنية جديدة مع المطرب زجزاج، انتظرونا في البيت بيتك بعد الفاصل. بخير يا وطني التاني، وأراك بخير لو يصفى لي زمان. بخير يا وطني التاني، وأراك بخير لو يصفى لي زماني. حليب سباع اشرب على شرفك، واضحك ساعتها بكل كياني. فتك بخير التاني، وأراك بخير لو يصفى لي زماني.
يرجعني التاني وأراك بخير لو يصفالي زماني حالي بسباع أشرب على شرفك واضحك ساعتها بكل كياني فوتك بخير فوتك بخير فوتك بخير فوتك بخير يا وطني التاني الله زجزاج هو واحد من أشهر مطربي الجيل الصاعد اللي اشتهر عند جيل الشباب واشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطرب جامد جدا صوته قوي زي ما حضراتكم شفتوا وبيقدم القصائد والموشحات الغنائية عنده لون غنائي خاص بيه صوته بيحمل يعني طابع خاص بيه هو وبس الموسيقار الكبير هاني شنودة التقط زجزاج وقرر انه يقدمه في انتاج خاص بيه البوم كامل عليه ملامح وبصمات هاني شنودة. هاني شنودة طبعا غني عن التعريف اللي قدم يعني اول فرقة غنائية مصرية فرقة المصريين اللي قدم كبار المطربين عمرو دياب محمد منير على عبد الخالق وغيرهم اللي عمل الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المهمة المشبوه والحريف وغريب في بيتي والغول وغيرهم. هو النهاردة بيعود مرة أخرى ليكتشف صوت غنائي بيرى هاني شنودة أنه هو هيكون صوت المرحلة المقبلة أنه هيقدم نبرة موسيقية مختلفة مراهن عليه بشدة. مش عايزة أتكلم كتير عايزة أشوف الرهان ده وأسأله التقط إزاي زجزاج ومش معنى زجزاج وهيقدمه إيه بالظبط وهيعمله إيه ده اللي هنعرفه في فقرتنا النهاردة مع الموسيقار الكبير هاني شنودة. أهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا وزجزاج أهلا يا زجزاج ومنورنا. اسمك الحقيقي إيه بقى؟ محمد غانم. محمد؟ محمد مصطفى. طب ايه زجزاج؟ زجزاج؟ زجزاج ده اي انسان فينا. انه بيمشي زجزاج؟ لا اي انسان طبيعته زي الانسان التاني كل واحد مختلف تماما عن اي شخص بيشوفه بس هو الحقيقة اسمه زجزاج. ايوه زجزاج ده يعني مش 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 خط مستقيم. هقولك يعني تعبيرا اكتر ان هو اي حد في الدنيا اي ربنا اي حد ربنا خلقه يعني. مختلف عن اي انسان تاني بس في الحقيقه في الاصل هو نفس الانسان اللي حضرتك بتعيشيه في اليوم زي اللي اي حد تاني بيعيشه يعني بيمر عليكي لحظات فرح بيمر عليكي لحظات حزن بيمر عليكي لحظات تامل الحاله النفسيه زجزاج يعني تقلبات مش تقلبات مش تقلبات شخصيتك حدة. تقلبات حاده التقلبات الحاده ديت حضرتك لو جيتي قستيها على برشور القلب يعرفوا ازاي الانسان عايش بيلاقوه يعني عامل خط زجزاج كده لما بيكون خط واحد بيكون يعني. ميت فده طبيعي اللي احنا عايشين في اي انسان فينا هو زجزاج الحقيقه يعني في الاصل. محمد دي فلسفه جامده يا محمد يعني مش قد الكلام ده يا محمد. الموسيقار الكبير هاني شنودة التقطت محمد او التقطت زجزاج ازاي؟ مش معنى هو عندنا عشرات الاصوات الواعده الموجوده على الساحه لكنك على وجه الخصوص اخترت محمد. انا سمعته ولقيته مختلف وانا بدور على الاختلاف دايما. ليه الاختلاف؟ لان الواحد يقدر يغير موسيقى وطنه بانه يلاقي صوت مختلف يحمله الموضوع الجديد. يعني انا عشان اطلع لقدام قوي بقى الفترة اللي جايه دي لازم ارجع لورا قوي فلقيت ان زجزاج يقدر يغني لي اغنية انا سايبها من زمان قوي محدش قادر يأديها بالطريقة اللي أنا عايزها. حضرتك قبل الهوى قلت لي إنه ده اللي جاي بعد عمرو دياب ومحمد منير. إن شاء الله. ده كلام كبير قوي. لا مش كبير. ده كلام كبير. يعني. لا إحنا على فكرة الأجانب بيقول play music. play music. ما إحناش جد في حاجة. لأن اللي ياخدها جد
بيتعب قوي. ليه بيتعب قوي؟ لان المفروض ان هي الموسيقى فيها نوع من الانبساط والبهجة والكذا وكذا، وفي نفس الوقت هو اول جمهوري وانا اول جمهور، يعني ما بنعمل حاجة احنا الاتنين سوا ونضحك ونلاقي نفسنا وصلنا لحاجة. ده ما تصوريش بقى ايه متعة شكلها ايه، يعني زي ما حضرتك ذكرتي محمد منير لما كنا بنعمل اغنية وغنية معايا على البيانو ولا كده، ما تصوريش بقى احنا لما الاغنية بتخلص قد ايه بنبقى فرحانين وقد ايه سعدة. فموضوع ان كلام كبير او لا، دي مش تصريحات سياسية، ده حاجة في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، لكن احنا بنتكلم في الاسباب. انا كنت محتفظ باغنية بقالها حوالي 30 سنة مش عايز اديها لحد، لان محدش هيقدر يغنيها. انا شفته بيغني عرفت ايه الاغنية دي. هو كان بيغني حاجة مع فرقة بتاعته، حد بيلعب عود وواحد بيلعب، بحاول اعمل حاجة ابتكار شوية، موسيقى شعرية غنائية، شعر مع غنى مع عود مع ايقاع. لا حضرتك ايه الاغنية اللي شلتها 30 سنة؟ ما ممكن نسمعها لك. نسمعها بقى دلوقتي بعد 30 سنة بتخرج هذه الأغنية من أدراج الموسيقار هاني شنودة للنور في البيت بيتك. صح، يلا بينا. فضل. عامل ايه؟ كلام جميل. تمام. هنسمعكم دلوقتي موشح عشان تشوفي ازاي انا عشان اطلع قدام قوي ارجع ورا. ليالينا الهوى لنا مسموح فلنعيش ليالينا أنت في ثنايا الروح آهات أرددها كلما بدأت أبوح بالهوى أجددها من البناء يا روح الروح فالهوى ينادينا أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسام أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك في كل مر تمر مر تمتك عيوني حروف كلامك في كل مر تمر مر تمتك عيوني حروف كلامك أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك إلى متى ستظل حبيبي تزيد بالأشواق لهيبي إلى متى ستظل حبيبي تزيد بالأشواق لهيبي فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه ثنايا الروح آهات
أرددها كلما بدت وأبوح بالهوى أجددها من البنا يا روح الروح فالهوى ينادينا أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسام أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك في كل مرة تمر مرة تنطق عيوني حروف كلامك في كل مرة تمر مرة يا أشعر بحبك ألمس غرامك بهمس قلبك وفي ابتسامك إلى متى ستظل حبيبي تزيد بالأشواق لهيبي إلى متى ستظل حبيبي تزيد بالأشواق لهيبي فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه فقد مللت ليالي الآه الله جميل. الموسيقار الكبير هاني شنودة يعني تقديم الموشحات والضروب الثقيله في 2015 حضرتك قبل ما تغنوا قلت لي يعني انه علشان نطلع قدام قوي لازم نرجع ورا قوي. طيب هل حضرتك بتراهن على الجيل الجديد من السميعه من الشباب الجداد هما اللي هيسمعوا ده ولا بتراهن على الناس القدام بقى اللي عاوزين يسمعوا الحاجات اللي كانوا بيسمعوها زمان؟ ما هو حضرتك ده موشح بس متطور فنقدر ناخد من شخصيتنا ونرجع ورا ونطلع قدام علشان نخلي الشباب معانا لانهم بيحبوا التوزيعات ويحبوا الحاجات الجديده دي. زائد ان في مقوله بتقول غني عن الحب في الصحراء وستجد جمهور. ما دام انت بتعمل حاجه باتقان لازم هتلاقي ناس ولازم هتحبها. وانا يكفينا ان احنا مثلا 2 3 مليون من الشعب المصري احنا تقريبا داخلين في 95 مش كده ولا 100 مليون ولا حاجه يعني ربنا يزيد ويبارك لكن كفانا 2 مليون منهم 3 مليون ده يبقى موضوع كبير قوي. اصل مصر نجاح المطربين العرب لان الجمهور في مصر مليون يعني 100 مليون ف100 مليون دي يعني معناها 10 دول عربية أو 15 أو 20 فما بينجح في بلد فيها الكم ده من السميعة معناه أنه غطى العالم العربي كله. طب احنا سمعينك يا محمد أنك بتغني صوفي جامد جدا يعني وعندك سميعة بيقولك مخصوص عشان يسمعوا غناك الصوفي ما سمعنا بقى حاجة صوفي. هو يعني في حاجة بس أنا عايز أقولها اتفضل. هو يعني فن عربي أكتر من ما هو فن صوفي يعني. يعني الفن الصوفي دايما بيتقال على ضوء او ايقاعات معينه بس علشان في ناس في النقطه دي دايما بيتكلموا يعني اي حد بيغني لغه عربيه فاتنسب للصوفي. جميل جدا بس الصوفي حاجه واللغه العربيه حاجه يعني انت ما بتغنيش صوفي؟ بغني صوفي حاجات بس يعني ايوه حاجاتك الصوفيه بقى الناس بتقول بس عليها بس هي عربيه انها صوفيه عربيه عربيه صوفيه بتروح لها عشان انها يعني لغه عربيه مش مضمونها الدين بالظبط. طيب نسمع حاجه. هقول حاجه. طيب من برنامج قواعد العشق المحبين اتفضل. كان بيقدمه الشيخ دكتور محمد عوض المنقوش كان الحان مازن عبد الغني وتقديم شركه 7 فيعني فضل. احب اقول حاجه يعني من الفن ده اتفضل. اكيد ابدا تحن اليكم الارواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم
وإلى لذيذ وصالكم ترتاحوا، ورحمة للعاشقين تكلفوا سطر المحبة والهوى فضاحوا، بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح أبدا تحن إليكم الأرواح. الله، ده ايه الغنى السليم ده؟ حضرتك تقول ايه على الكلام الجامد ده؟ الناس اللي تقول يعني انا يعني مجرد ما بشوف زجزاج بلاقي نفسي مبسوط، فلازم يكون الناس كمان كده يعني طبعا وعند بعضها صدقني. لا لا ده طب حضرتك كمان خليته يغني اغاني بعض اغاني فرقة المصريين صح؟ اه وغناها ببراعة شديدة جدا جدا. ايه بقى غنى ايه؟ احلى حاجة غناها ايه في الاغاني بتاعتك؟ لا هو غنى كله الحياة حلو، واي حاجة على فكرة بيغنيها بيغنيها حلو، لان التمكن او الواحد يبقى مثلا عنده عربية 12 سلندر انا كده يعني هبقى اتغري بقى. طب نسمعك ونسيبنا من الكلام. طب اتفضل. بتكسف من الكلام ده قوي يعني. دي اغنية بقى من فرقة المصريين كانت بتعالج العلاقة بين الاب والابن، وان احنا لازم الواحد يكون حنين على اولاده، و لما كانوا زيه كانوا اشقياء يعني، في الاب في سنهم دلوقتي كان شقي وكان بيعمل حاجات غلط وبتاع مش عارف ايه، فيهون يعني شويه عليهم. والفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، عايش كده على كيفه هارس فارد سيفه شاغل يومه بالمواعيد، هاجر نومه بس سعيد، جد جميع انواع الحب واتنقل من قلب القلب، عمره ما خاف من بكره ولا نادم على ذكره، حب الناس والناس حبوا بس في مره الناس عذبوا على انه زي أبوه، رد وقال أنا ابن حلال، والفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، وأنا طالع زي ولا بيدي الدم حن، الدم حن يا با يا بابا يا دم حن، يا الفرق ما بيني وما بين والدي مسألة السن، بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، عايش كده على كيفه عايش كده على كيفه شاغل يومه بالمواعيد، هاجر نومه بس سعيد، دب جميع انواع الحب واتنقل من قلب القلب، عمره ما خاف من بكره،
ولا نادم على ذكرى. حب الناس والناس حبوك، بس بمرة الناس عاتبوك على انه مش زي ابوك. رد وقال انا ابن حلال، والفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن. بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن، وانا طالع زي ولا بيدي الدم حن، الدم حن، الدم حن. الله، انت كمان بتمثل بوشك جامد جدا يعني. ممكن تدخل التمثيل ولا ايه شكلك كده؟ مش عارف، لو شايف عندي موهبة التمثيل يعني هتمرن كويس. بيمثل جامد بوشه زجزاج. ما هو اخت الممثل، اخت المطرب دايما ممثل. يعني عبد الحليم بعد ما اشتهر عمل افلامه كانت في منتهى الروعه، وناس كتير على فكره، محرم فؤاد وناس اخر، وعمرو دياب ايس كريم في الجليم، ومنير ومنير. انا النهارده يعني خلاص بقى، يعني اعتقد احنا اتكلمنا كتير، انا عاوز استمتع واستمع اكتر ليكوا. تختاروا لنا ايه تاني من يعني حبه حبه من اعمال المصريين؟ لانها كانت اغاني جميله، ويمكن جيل جديد عايش ما سمعهاش لسه، فحابة ان احنا نسترجعها كده مع بعض. طب اقول لحضرتك حاجة بس فضل. يمكن هو ما يحبش وما يوافقنيش. انا نفسي اغني اغنية لمحمد منير، عاملها انا من زمان، اسمها علموني عينيك يا سافر. جميلة الاغنية. طيب جميلة. فكر يعني. جميلة من اغاني منير يعني الجميلة جدا. الحمد لله. معمولة زمان قوي. كينج منير يعني اثر برضو في الشعوب. حقيقة يعني. منير راجل سياسي كمان بالإضافة. طبعا. عينيك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عينيك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عشان صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجة تانية، ما انت نبع الحب صافي. بارا 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 بارا. علمونا عينيك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عينيك سافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عشان صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب
غريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي طعم تاني وحاجة تانية ما انتي نبع الحب صافي علمونا عليك اسافر علمونا افضل مهاجر علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عليك اسافر علمونا افضل مهاجر علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي جميل جميل. طب زي ما عملت لنا حاجه لمنير بقى ممكن حاجه لعمرو دياب حطينا في يعني في سنتر كده يعني ما هو يعني رهيب يعني مدام منير يبقى دياب بقى علشان ما يزعلش يعني لا عشان احنا يعني نتبسط برضه يعني انا مش محضر حاجه بس هحاول يعني نقول مع بعض طيب بعديها خليك تختار وعد خليك عاوز حاجه بقى لعبد الوهاب لعبد الحليم بعدها طيب اختار. انا اتمنى بس بعد دي ممكن اقول جزء صغير طيب يلا طيب هنلعب حاجه الهضبه طبعا ايه في الاوبرا اللي بنلعبها في الاوبرا دايما يعني طيب بنتناقش بس يعني ما حدش ياخد باله مننا يعني اما ايه عشان خاطر حضرتك بس على بالي يا هواك عمرين عمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك هتريني بفكر فيك يا بابا يا بابا دارا 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 انشغالي وياك يا غالي وانا ايه جرالي الا انا دوب في هواك ايش معنى انت حبيتك انت وازاي وانت شغلت روحي معاك والله ما كان على بالي يا هواك 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 قمر جميل يعني قدرا يعني من المستوى من انت 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 صوتك اكتر القديم عبد الوهاب وعبد الحليم حساك اكتر في الحته دي صح احساس جميل يعني طيب اختار الاستاذ الكبير عبد المطلب يلا جميل هتختار لنا ايه كل اغانيه جميله بقى يعني طبعا ما بيسالش عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا وساكن في حي السيده والمغرمين ما يعملوش كده يعني كل اغانيه يعني يعني حكايه وموضوع اساس مصر يعني كل الناس العباقره اللي قدموا الفن لكل الشعوب طيب يلا نسمع عبد المطلب يلا دي ما بيسالش عليا ابدا
ولا بتشوفه عيني ابدا، ما بيسالش علي ابدا، ولا بتشوفه عيني ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، انه يرق شوية ابدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي ابدا، ما بيسألش علي ابدا، ولا بتشوفه عيني ابدا، ما بيسألش علي ابدا، ولا بتشوفه عيني ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، انه يرق شوية ابدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي ابدا. اول معنيه بصولي فتنولي عليه وقالولي، اول معنيه بصولي فتنولي عليه وقالولي، وازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، وازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، لا اقدر على بعده ابدا، ولا احبش بعده ابدا، لا اقدر على بعده ابدا، ولا احبش بعده ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، انه يرق شوية ابدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي ابدا. الله جميل. لا انا زي ما قلت انت بتلبق اكتر للحاجات القديمه، الموسيقى الكلاسيكيه الرزينه كده، صح ولا لا؟ ده رايي احترمه جدا جدا، لكن حضرتك بقى لما تشوفي التاريخ الموسيقي، تشايكوفسكي بجلالة قدره كتب عليه باراجراف قد كده، شوبرت كتب عليه 6 صفحات. لأن شوبرت غير، لكن تشايكوفسكي عمل زي السابقين كلهم. قيمة كبيرة جدا لكنه ما غيرش. فما يتذكرش في التاريخ زي ما اللي غير. الغير ده موضوع تاني خالص. لا، ما انتوا بالتأكيد واخدين لمحات من القديم وعاملين بنغمة حديثة، بنغمة العصر. ده مهم مزج. جدا ان احنا نتغير. طب يعني هتسمعونا ايه بقى في الاخر نختم بيه كده حلقتنا؟ صلوا إيه؟ صلوا يعني نختم بيها. طيب جميل، خلاص خليني للشاعر محمود مرسي. اشكر بس الناس، كل مشاهدي البيت بيتك، شكرا لحضراتكم. بكره ان شاء الله حلقه جديده من البيت بيتك. خلونا بقى ايه نختم حلقتنا النهارده بالاغنيه الجميله دي. اتكلم عن صلو وقول السبب فيها، اللي كاتبها واحد صديقنا الدكتور محمود مرسي. عزيز قوي دكتور طبعا محمود مرسي، بشكركم حضراتكم نورتونا. شكرا ليكم محمد، شكرا نورتنا ليكم. صوتك جميل ورائع، واكتشاف جميل من حضرتك موسيقار الكبير هاني شنودة. نورتنا، وكان المفروض تبقى معانا من قبل كده بس تأخرت علينا، ويعني نورتوا النهارده البيت. بقولك شكرا قوي، شكرا. على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام،
بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول. حب وسامح غني مدايح، قول إنشاد أو قول تراتيل، حب وسامح غني مدايح، قول إنشاد أو قول تراتيل. قال البيت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، قال البيت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل. صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول. يا نسب النبي، نسب النبي، ومن عندنا خطوة عيسى وعلى أرضنا، نسب النبي خطوة عيسى. مصر يا وش جميل ومريح، حب محمد والمسيح، مصر يا وش جميل ومريح، حب محمد والمسيح. مين في الدنيا بقى زينا او يتمنى ولا ينول؟ صلوا على طه الرسول، صلوا على السلام وعلى طه الرسول، صلوا على خير الأنام.